يا اخي حرام عليك يا اخي، ما تسيريش علينا بالعافيه، بتلعب كونغ فو فين؟ لا انت طول الليل عندي تشخير وترفيس. يا ده انا حاسس ان انا نايم مع عم شكشك، حاجه تقرف. تصدق بالله ده اشرف، انا لو منك انتحر بجد. صحيح عيل عنده 21 سنه وبيشخر واقرع، يبقى تف في وشي هو واحدة رضيت بيك. على العموم حصل خير يا خال، حصل خير يا خال. كويس انك صحيتني اصلا، عندي كاستنج النهارده لمسلسل فرعوني كده اهوت الملك خوفو. والله فرحت يا ابن اختي. الله، هتاخد ياد دور الملك خوفو؟ ايه ده؟ لا خوفو ايه؟ ده هم عايزين شوية عمال كده اهوت، يعني الادوار بنات العرب دول. ايه دي الحوسة؟ طلع فعال يعني؟ انت هتفضل الكومبارس لغاية امتى؟ خلي الواحد ياخد له 200 جنيه وجبة، ويمكن المخرج يشوفني كده ويعطف عليا بجملتين اعملهم وعدي بقى. 200 جنيه ووجبه؟ يا صلاه النبي احسن. ايه ده؟ ده بدل ما انا قاعد كده بقى ما بعملش حاجه، هنجي معاك للاستوديو عشان اخد بالي منك. يا غال هتيجي تشتغل كومبارس عشان 200 جنيه؟ لا عشان الوجبه فعلا. ياض عشان اخد بالي منك ياض. الله، الاديوكيشن ده بيبقى مليان موزز، بدل ما حد يضحك عليك ولا حاجه وتفضحنا وتمرمط اسم العيله. ايه خايف على ارجع لك بطني كبيره وبقى سنجل المزر بعد كام شهر يعني؟ ماشي يا فالح، بقول لك ايه، البس واجهز على بروح اشوف سهام اختي كده، كانت عايزه حاجه اجيبها لها معايا وانا جاي. من امتى الحنيه دي يا خال؟ اكيد وراها مصلحه. توكس خلاص يا استاذ، قطعت قلبي، ربنا على الظالم المفتري. هو الراجل ده بيعمل معاك كده ليه يا استاذ؟ مش عارف يا استاذ، مش عارف. انا وعيالي بنقعد بالاسبوع مفيش لقمه تدخل جفنا، تخيل الشتيمه والبهدله والاهانه، كل ما اقول له فين المرتب يقول لي ده كله خصومات. ايه ده الراجل ده جبار، الراجل ده جبار، مع ان على قلبه فلوس قد كده. حسبي الله ونعم الوكيل. طب ما حاولتش تشوف شغل بره ليه تاني يا استاذ؟ ما اقدرش، ده كان يقتلني ولا يسجنني ولا يلبس نصيبه. تحسين ده جبار، حضرتك عارفاه؟ عارفاه، الراجل اللي قرع المكركب ده. ايوه هو ده حضرتك، هو ده. حسبي الله ونعم الوكيل. لو حضرتك بس تشوف لنا معاكي قرشين كده بس، يعني اجيب لقمه للعيال اللي ما كلوش بقالهم اسبوع، والله نقعد ندعي لك طول الليل طول الليل. الله يبارك لك. اتفضل يا استاذ، ربنا يعينك على اللي انت فيه يا رب. ربنا يديم عليك ضايع المخ يا سهم يا اختي يا رب. اخيرا معاشك بقى في جيبي يا تحسين.